عندنا مخاطبات للمجمع الفقه السني ومخاطبات للمرجعيات الدينية اتفقت على أن الحد الأعلى لسن الحضانة شرعا وفق جميع المذاهب مثل ما تفضل الشيخ من سنتين إلى 7. زين ليش القانون العراقي ومجلس النواب مصمم على أن يخالف سن الحضانة بجعلة 9، بل أن هنالك مشاريع أخرى تذهب إلى تصعيد هذا السن؟ هاي مسألة كقانوني هسه، هذا نتيجة الضغوطات الدولية، المنظمات الدولية والسفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يمارس ضغوط وابتزاز على جميع اللجان المختصة بقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان داخل مجلس النواب وخارجه. لهذا اليوم هذا الخيار اللي إجا من بعض النواب وبالتحديد من اللجنة القانونية، وأعتقد الدكتور رائد المالكي مشكورا، هذا الأمر جاء ليطبق الدستور. الدستور واضح، الإسلام دين الدولة الرسمي، المادة 41. أنا كعراقي وكأستاذ بالقانون الدستوري أنا أشوف الأحوال الشخصية هي حريتي الدينية والشخصية، والدستور يقول العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق الدين أو المذهب أو الاختيار، وينظم ذلك بقانون.